انا الدكتوره فتنجه، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه القدم السكر بجامعه اسكندريه، ورئيس مجلس اداره مستشفى الاوعيه الدمويه اسكندريه. هكلمكم عن اللايف ستايل موديفيكيشن. يعني ايه لايف ستايل موديفيكيشن؟ المودرن تريتمنت، العلاج الحديث في كل العالم دلوقتي، مش بيعتمد على الادويه اكتر، ولا على الجراحات، ولا على التكنيكس الجديده. بيعتمد اساسا على ازاي العيان يقدر يعيش في سلام بعيد عن مضاعفات الحاله اللي عنده، ونفس الوقت ازاي العيان يقدر يحافظ على نفسه بعد ما ياخد الادويه، بعد ما يعمل علاج طبيعي، بعد ما يعمل عمليه. ودي اللي اسمها ازاي انت تعيش حياه تتواءم مع ظروفك الصحيه. اذا كان عندك حاجه، او عندك حاجه وراثيه، او خايف يجيلك حاجه، او عندك استعداد يجيلك حاجه من ايه الحاجه اللي من امراض الاوعيه الدمويه. اكتر حاجه مشهوره في مصر اللي هي سداد الشرايين وتصلب الشرايين والقدم السكري والعمليات بتاعتها. الحاجات الاساسيه اللي لازم الشعب المصري ياخد باله منها، واللي لغايه دلوقتي احنا بنضغط عليها ونحاول نورن الناس عليها، حاجات مهمه جدا جدا. اولهم السجاير. معظم المصريين بيلاقوا صعوبة شديدة جدا جدا في ان هم يمتنعوا عن التدخين علشان ما تجيلهمش انسداد في الشرايين. طبعا دي تعتمد اساسا على الارادة والتعاون مع العيلة، مراته، ولاده، اصدقائه، مكان عمله. والكلمة الوحيدة اللي انا بقولها في الحاجات ديت، ما هيش سهل ان تبطل سجاير اذا كنت انت بتدخن من زمان، وعشان تعرف ان هي مش سهله يبقى لازم تعمل مجهود واراده اكتر. نمره 2، طريقه الاكل، نوعيه الاكل اللي بتاكل، كميه الاكل اللي بتاكل، طريقه الاكل اللي بتاكل، عدد مرات الاكل. نمره 3، مرتبط بالاكل، هي الوزن. زياده الوزن يتبعه قله الحركه، ويتبعه استعداد اكتر لتصلب الشرايين. نمره 4، الرياضه. على الأقل كل واحد مننا لازم يمشي في اليوم على الأقل نص ساعة أو نص ساعة مرتين. لازم تعرف كويس جدا أن المشي تأثيره على تحسين الدورة الدموية والمحافظة على الدورة الدموية في الأطراف 10 أضعاف الأدوية اللي بتتاخد. إذا كنت بتاخد أدوية بس مش هتجيب نتيجة لو حضرتك ما بتمشيش. إذا كنت عامل عملية علشان توسع الشرايين أو زراعة الشرايين، العملية دي معرضة أنها تتقفل تاني لو حضرتك مش بتمشي. المشي باستمرار ده مهم جدا جدا جدا، وهو جزء مهم جدا بالعلاج. دي الحاجات الخمسة الأساسية للوقاية والمحافظة على الشرايين الطرفية. والسلام عليكم ورحمة الله.